متوترين كنا كتير في مصاري يعني وما عرفنا كيف أمننا حالنا بالمصاري كيف ضبضبنا غراضنا وظهرنا يعني بأسرع وقت فقنا تاني نهار روس تحت البيت هيدا علي الدهيني إجا من أكرانيا إجا حي شعوري بالأمان حد عائلتي ولا يعني شعور لا يوصف لا يوصف لا يوصف صراحة يعني كنا مش عم نعرف كيف نفل القطارات مليانة فيش طيران داخلي صعبة كانت كتير صعبة لحتى لقينا قطارات وهيك وكنا ضايعين مش عارفين على أي حدود بدنا نروح يعني فوضى برشا حس سرتول ثلاثة أيام الأولى سمعنا قمنا نهار الأول على حسب تفجير بومباردمون تاع باز ميليتير في الفيل نتاعي وكهو من بعد ديما حس السيرين تاع الاليرت يضربوا عباد خايفة عباد داخلة بعض عباد متخبية تحت القاعة فما بلايص نتخبيو فيهم عطاونا ديزادريس فما عباد متخبية في اللاكار فترة كانت فترة رهيبة جدا وهم معناها عايشين غادي الظروف هذه وكنا نحن زادة معناها نقسموهم خاصة الليلة اللي يمشوا فيها على سقاهم زوج بنات مع جروب صحيح لكن أكثر من 30 كيلومتر وهم معناها بالباجاج وفي برد شديد وجوع وتعب معناها لمدة أيام بدون معناها لا نوم لا أكل كانت معاناة كبيرة كنا نحسوا بمعاناة كبيرة برشا إيجا